من سيدني أنتوني لونشتاين الكاتب الصحفي الأسترالي مؤلف كتاب المختبر الفلسطيني، كيف تصدر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال حول العالم. بداية يعني مع بدء عملية طوفان الأقصى كانت هنالك حالة تعاطف شديد مع إسرائيل من كل الدول الغربية، هل هذه الحالة ما زالت موجودة؟ أعتقد أن الوضع ما زال مشابها، وما رأيناه بعد 7 أكتوبر كان هناك دعما وتضامنا، معظم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ومعظم العالم الغربي. هذا حدث أو أمر تاريخي، إسرائيل تتلقى ومنذ عقود من الزمن دعما لا تساؤل حوله ولا تشكيك فيه. وطوال هذه الفترة هل هناك تغيير؟ هناك بعض التعليقات من الرئيس بايدن في 24 ساعة الماضية تحدث عن وقفة، لا أدري ماذا يقصده. إسرائيل مستمرة في قصف الأحياء السكنية، ربما التغيير إن كان موجودا هو تغيير شكلي وتجميلي. إذا حصل تغيير حقيقي هذا يعني أن يجب أن تستمر الاحتجاجات الكبيرة وهي كذلك، وأيضا إذا ما تراجع موقف إسرائيل وبدأت بخسارة الحرب، حرب العصابات في غزة، وطبعا هذا كما حصل في أمريكا في العراق وفي أفغانستان. الأفعال التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة من قتل عشوائي وصل إلى حد الإبادة الجماعية بحسب مسؤولين أمميين سابقين وحاليين، يعني يذكر بحالة القتل العشوائي التي كانت تفعلها بعض المنظمات المحسوبة مثلا على الدين الإسلامي. كان كثير من المسلمين يخجلون من مثل هذه الأفعال، هل هذا الشعور بالخجل بدأ يدب في أوساط اليهود؟ رأينا ذلك في أمريكا على سبيل المثال، اليهود في العالم. تماما، بالتأكيد أنا أتحدث عن يهودي أسترالي وألماني الأصل، أنا لست متدينا لكن ثقافتي يهودية. ربما الكثير من اليهود في العالم يدعمون إسرائيل بسبب ما حصل في 7 أكتوبر، لكن هناك الكثير أيضا من اليهود المحتجين أيضا بدأوا ينتقدون إسرائيل. كان هناك عدد من اليهود الذين دخلوا مبنى الكونغرس بمن فيهم حاخامات مطالبين بوقف الحرب. هنا في أستراليا وفي أمريكا يهود يطالبون بوقف إطلاق النار، وأيضا يطالبون أشخاصا مثل بيرني ساندرز الذي كان ينتقد إسرائيل كثيرا في الماضي لكنه وبشكل مريب يلتزم الصمت الآن. هناك طبعا الكثير من اليهود، هم المؤسسة اليهودية دائما فرضت وجهة نظر واحدة لاتجاه إسرائيل وهي دعمها بدون مساءلة، رغم ما كانت تقوم بإسرائيل من أعمال قاسية ضد الفلسطينيين. نعم، أنا أشعر بأن الأمر مشجع وأن هناك أصوات يهودية ترتفع وتقول لا تفعل هذا. وهي في الشارع الآن وأنت تتحدث إلينا سيد أنتوني، هذه صور من نيويورك فيما أعتقد لمتظاهرين، وشهدنا في الأيام الماضية منذ 7 أكتوبر مظاهرات ليهود أمريكيين، شباب يهود أمريكيين يقتحمون مبنى الكونغرس، يقتحمون غرف لمجلس الأعضاء في مجلس الشيوخ ويطالبون بوقف هذه الحرب ويتبرؤون من أن تكون باسمهم كيهود. أيضا ونحن نتحدث الآن هنالك خبر عاجل، السناتور الأمريكي كريس ميرفي يقول إن الأعداد الكبيرة من الضحايا تأتي بتكلفة أخلاقية واستراتيجية تغذي الجماعات الإرهابية. سبق وأن قال أنه يبدو أن إسرائيل ستحقق الهدف بإنهاء تهديد حماس. وهنا أريد أن أسألك عن المواقف الغربية، هذا الدعم
وأنا قلت مرارا في مقابلات كثيرة أنه المواطن العربي يجد صعوبة في فهم الدعم الغربي لإسرائيل مهما فعلت. ما مصدر هذا الدعم؟ لماذا؟ يعني هل لأنها تحارب عدوا لهم؟ هل هنالك خلفيات أيديولوجية وتاريخية وحزازيات تاريخية قديمة تجعل المشروع الصهيوني يحظى بكل هذا التأييد؟ أنا نشأت في استراليا في بيت يهودي، ولأن معظم عائلتي قتلت في الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية، كان متوقعا مني بل مطلوبا مني أن أدعم إسرائيل بدون مساءلة، وهذا أمر كان يشعرني بعدم الارتياح، لأنني عندما كبرت وبدأت أفهم أن الفلسطينيين يعاملون كمواطنين من درجة ثانية داخل إسرائيل وخارجها. أنا لم أعرف أي فلسطيني حتى سن 20. كنت أذهب إلى إسرائيل وعشت في القدس الشرقية لسنوات، وكنت أوثق أنواع مختلفة من المدارس الفكرية اليهودية. لكثير من اليهود يعتبرون أن إسرائيل هي أخذت مكان ديانتهم القديمة وأصبحت دينا بدل الذهاب إلى الكنيسة، وهذا أمر خطير، لأنك لا تسأل أسئلة وتتبع اتباع أعمى وتتغافل عن ما يحدث من جانب إسرائيل باسمك. وإسرائيل طبعا تدعي أنها تتحدث باسم كل اليهود، وإذا كان يهودي يقول أنهم لا يتحدثون باسمك كما يفعل كثيرون الآن. شكرك، شكرا جزيلا أنتوني لونشتاين، مؤلف كتاب كيف تصدر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال حول العالم، ضيفنا من أستراليا. ننوه للأخبار.